خلال الساعات الماضية أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بياناً قالت فيه إن عدد لقاحات فيروس كورونا التي تسلمتها الوزارة بلغت 12 ألف جرعة حتى اليوم. هل هذه الأرقام دقيقة؟ وهل هناك أشخاص أخذوا اللقاح على حساب غيرهم؟ وما هو رد فعل الشارع على ذلك؟ استياء وغضب في الشارع الفلسطيني بسبب بيان وزارة الصحة بخصوص اللقاحات التي من المفترض أن تعطى لشرائح المجتمع كافة، مع وجود أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك للحفاظ على حياتهم من فيروس كورونا الذي بات يخطف الكبار بشكل يومي. يعني للأسف بيان وزارة الصحة هو بيان مخجل، في ظل أنه عندنا المئات من كبار السن بيعانوا في غرف العناية المكثفة وبصارعوا الموت نتيجة هذا الفيروس، بينما بتم إصدار بيان لتوضيح أنه حصلنا على عدد قليل من اللقاحات وتم توزيعه على المسؤولين وعلى المنتخب الفلسطيني. حتى وإن كان هناك عدد قليل، هناك أولوية، يجب أن ننقذ هؤلاء الكبار الذين يمثلون تاريخنا وشموخنا قبل النظر في أي شيء آخر. بعض النشطاء الفلسطينيين اتهموا وزارة الصحة والحكومة بالفساد وإعلاء مصلحتهما فوق مصلحة المواطن الذي ساءت أحواله في الفترة الأخيرة بشكل كبير على الأصعدة كلها. هذول الناس تعودوا خلاص على أنهم محصنين، أهم إشي رواتبهم، أرزاقهم، صحتهم، وبتركوا الشعب الفلسطيني على مائدة التسول. هلا هم مش سائلين، بدهم يتسولوا، أهم إشي يشحدوا بحيث يسرقوا، بدءا من أصغر موظف وانتهاء بأكبر موظف فيهم. اشترينا ما قيمته 10 مليون دولار من اللقاحات. رئيس الوزراء الفلسطيني قال مؤخرا إن حكومته اشترت لقاحات بعشرة ملايين دولار لكنها لم تصل بعد، بينما كان الاتحاد الأوروبي قد أبدى استعداده لدعم الحكومة بعشرين مليون يورو من أجل شراء اللقاح. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.